بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد حمادة، Assistant Professor of Food Hygiene, Department of Food Hygiene and Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Sadat City, Egypt. أهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات الميت هاجين، Lecture number 13. المحاضرة بعنوان General Pathological Conditions During Meat Inspection. قبل كده في المحاضرة اللي فاتت قلنا ان احنا لما بنيجي نعمل ميت انسبكشن سواء انتي مورتم او بوست مورتم بنشوف ثلاث حاجات رئيسية. الحاجة اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتت اللي هي الابنورمال فيسيولوجيكال كونديشنز، واللي هنتكلم عليها النهاردة اللي هي الجنرال باثولوجيكال كونديشنز، وكمان عندنا بقى المجموعة الكبيرة قوي اللي هي بيسموها السبيسيفيك ديزيزز سواء كانت بكتيريال فيرال او بارازيتك او اذرز. يعني هنبدا النهارده بالجنرال باثولوجيكال كونديشنز. دي حوالي 16 حالة كده أو 17 حالة هنعرج عليهم سريعا في هذه المحاضرة، وهي الفيفر، الانفلاميشن، السبتيسيميا، التوكسيميا، الهيموريجي مع الهيماتوما، البروزيس، ابسس، نيكروزيس، اوديما، انفيزيما، تيومرز ونيوبلازمس، كالسيفيكيشن وديجنريشن، تيلنجكتياسيس، البويزنينج سواء كان بلانت او كيميكال بويزنينج، السبير جراس بنتريشن اوف شيب. اول حاله عندنا واللي ممكن تشوفها اي حد بيعمل ميت انسبكشن ممكن يشوفها هي حالات الفيفر او البايريكسيا، ودي ابنورمال اليفيتد بودي تمبريتشر، قد تكون سيبتك او اسيبتك على حسب بريزنس اور ابسنس اوف انفكشن. السيبتك فيفر بتبقى سببها فيروس، بكتيريا، بكتيريال توكسين، بروتوزوا، فانجاي. اما الاسيبتك ممكن سببها يبقى نيكروزيس، بيرند تيشو لايسيس، رابيد جروينج تيومرز. ممكن يكون سببها كيميكالز، ادمنستريشن اوف اني كيميكالز ممكن تسبب اسيبتيك فيفر، سيرجري نتيجه التيشو بريك داون، ممكن انافلاكتيك رياكشن اجينست فورين انتيجين، اي فورين انتيجين يدخل الجسم ممكن يعمل انافلاكتيك انافلاكتيك رياكشن وبالتالي ترفع درجه حراره الجسم. بالنسبه لحالات الفيفر في الاي ام بتبص على الحم في الانتي مورتم انسبكشن ممكن تلاقي تشيلز اند سويتنج، dehydration, elevated body temperature, increased blood and respiration, ممكن depression و dullness زي ما انت شايف كده في الحالة اللي فوق, anoxia and obstipation or constipation. تلاقي الحن طبعا ما بياكلش وممكن يبقى في حالات امساك مزمنة كمان. اما في حالة septic fever ممكن يزيد بعض الساينس الاخرى زي الدياريه والفوميتنج, urinous or phenolic odor or breath, تلاقي شوك، كونفالجنز، كوما، كل دي في الايه في الانتي مورتم انسبكشن. اما في البي ام انسبكشن ممكن تلاقي ريجور مورتس، وطبعا زي ما افتكرنا او نفتكر ان ريجور مورتس هو عباره عن ايه، عباره عن سيفير كونتراكشن اوف ماسلز، سيفير كونتراكشن ايه اوف ماسلز. ممكن تلاقي حالات بيوتريفاكشن، ممكن تلاقي حالات ايه، حالات بيوتريفاكشن في البي ام انسبكشن، بيوتريفاكشن اوف ميت او بيوتريفاكشن اوف اني اورجان. تلاقي congestion of subcutaneous blood vessels and the carcass، تلاقي enlarged lymph nodes، ممكن يبقى فيه cloudy swelling وهو بداية أو أول درجة من درجات degeneration في البرانكيماتوس organs زي الليفر والهارت والكيدني. طبعا أي حالة فيفر قدامك بهذا الشكل عشان تحكم عليها الكاركاس از كوندامند لو الفيفر سندروم از اسوشيتد ويز بريسنس اوف بكتيريا أو بكتيريال توكسين في البلد ماشي اند اور فايندينج اوف دراجز اند انتي ميكروبيال سبستانسز. يبقى أنا لما باجي أحكم على حالة فيفر ببص على الحاجات دي ثم باخد القرار بالكوندامنيشن، ان انا عندي فيفر ومعاه بكتيريا او بكتيريا توكسين في الدم او في وجود دراج او انتي بكتيريال انتي ميكروبيال سبستانسز موجوده اوريدي لسه في البلد، على طول حاله زي كده بتعدم. طيب لو في تيبيكال ساينس من الفيفر، من الفيفر في الكاركس، هذه التيبيكال ساينس مش موجوده، مش قادر احدد او اجزم بوجود تيبيكال ساينس اوف فيفر، في الحاله دي بعمل ديتنشن للايه، ديتنشن للكاركس دي لمده 24 ساعه، وبناء على بعد ال 24 ساعه ابدا اعمل ري اكزامينشن، وبناء على الاكزامينشن بتاعي اخد الحكم. طيب لو في مايلد فيفر بقى سندروم،
ودي بشوفها في البي ام. يعني انا ما شفتش حاجه في الاي ام، لكن بلاقي ببص كده في الكاركس وانا ببص فيها الاقي كونجيشن، الاقي في بعض العلامات من علامات الفيفر في البي ام انسبكشن اللي هي بتعتبر الفيرست انسبكتد في البي ام. في الحاله دي الكاركس ممكن هي كونديشنالي ابروفد، ممكن هي كونديشنالي ابروفد باي طريقه من الكونديشن ابروفد بالهيت تريتمنت. يعني انا بعمل لها هيت تريتمنت ثم اقول لها ايه اتفضلي يعني باص في الحاله دي. ولكن يوجد شرط هنا مهم جدا، ان يكون البكتيريولوجيكال والكيميكال تيستس نيجاتيف. يبقى الحاله لما تكون مايلد فيفر ممكن ان هي كونديشنالي بالهيت تريتمنت، ولكن بشرط ان يكون البكتيريولوجيكال نيجاتيف والكيميكال تيستس ايضا نيجاتيف. ايضا من الحالات اللي بتشوفها كتير قوي قوي اللي هي حاله الايه، حاله الانفلاميشن عموما، واللي هو بيعتبر بيولوجيكال ريسبونس اوف اميون سيستم against a variety of factors including the pathogen. يعني مثلا pathogen يدخل damaged cells تدخل، toxic compounds تدخل، سواء كانت هذه التوكسيك كومباوند ممكن تكون infectious او non infectious، اي حاجه من الحاجات دي بتؤدي ان الجسم ايه، تحفز الجسم ان يعمل biological response against ليها، وبالتالي تظهر علامات الانفلاميشن. هذه الفاكتورز العديده دي ممكن هي تسبب acute and or كرونيك انفلاماتوري ريسبونس. ممكن تبقى في هذه الانفلاماتوري ريسبونس في الهارت، في البنكرياس، في الليفر، في الكدني، في اللنج، في البرين، في الانتستين، في الريبرودكتيف سيستم، وحتى ممكن تصل ان هي تعمل تيشو دامج او ديزيز عموما في الجسم كله. يعني طبعا في التيشو ليفل بيبقى الانفلاميشن بيبان ازاي، بيبقى عباره عن ريدنس، سويلنج، هيت، بين، لوس اوف تيشو فانكشن، which كل الحاجات دي طبعا بتؤدي ليه، which result from ايه، بتيجي منين اصلا الحاجات دي، بتيجي نتيجه الاميون ايه، اللوكال اميون او الفاسكولار اند انفلاماتوري سيل ريسبونسز. يعني احنا قلنا ان هو اصلا بيولوجيكال ريسبونس، فبتبدا الخلايا سواء كانت اميون سيلز او فاسكولار انفلاماتوري سيلز تعمل ريسبونس لهذه الايه، لهذه المؤثرات اللي بتؤثر على التيشو، وبالتالي تؤدي الى حالات الايه، حالات الانفلاميشن. طبعا الحكم على اي حاله انفلاميشن دي بيبقى بتقدير الميت انسبكتور. الميت انسبكتور هو اللي بيقدر على حسب الحاله اللي قدامه هيحكم عليها ازاي، هل هي اكيوت، هل هي كرونيك، هل هي اكتيف، هل هي اولد، منتشره في اماكن مختلفه من الجسم، ولا محدده في مكان، في مكان ما. بناء على كل هذه التقديرات يقدر ياخد القرار بتاعه على حاله الانفلاميشن اللي قدامه. فالجادجمنت بيعتمد على الكلينيكال ساينس اند اكستنت اند سيفيريتي اوف ليجنز. حاله السبتسيميا من الحالات اللي ممكن مشهوره جدا وتشوفها. والسبتسيميا عموما او السبتسيميا هي عباره عن باثولوجيكال كونديشن كوزد باي بريسنس اوف باثولوجيك او باثوجينيك بكتيريا، وايه تاني، والتوكسين بتاعها. يبقى الباثوجينيك بكتيريا اند ذير اسوشيتد توكسين في البلاد، يبقى في عندي باثوجينيك بكتيريا مع التوكسين بتاعها في الدم، دي بنقول عليها حاله ايه، سبتسيميا او تسمم دمه. طبعا عشان اقول ان دي حاله سبتسيميا اونلي باي ايزوليشن اوف كوزتيف اورجانيزم فروم بلاد، يعني دي يعني عشان اقول اجزم ان دي حاله سبتسيميا يبقى انا بعزل ميكروب معين، بايوجينيك مايكرو اورجانيزم او باثوجينيك بكتيريا والتوكسين من الدم. طبعا انا مش هقدر اعمل الكلام ده في براكتيكالي، وبالتالي انا بعتمد على التعرف على حالات السبتسيميا من الاي ام والبي ام ايه، من الاي ام والبي ام انسبكشن. الاي ام انسبكشن بدايه في حالات السبتسيميا تلاقي في حاله ايه، حالات ديبريشن زي ما انت شايف كده، كل اللي انت شايفه ده حالات ديبريشن. تلاقي في تشينج في البودي تمبريتشر، ودايما حالات اللي تشينج في البودي تمبريتشر في حالات السبتسيميا بتبقى يوجوالي اليفيتد، ولكن ممكن الاقي نورمال او سب نورمال فين، في التيرمينال فيزس. الاقي ديفيكالت اند رابيد بريثنج، مش قادر يتنفس، تمام. تلاقي في شيفرنج، تلاقي في الحمام بيرتعش كده، وفي ماسل تريمورز. ماسل ايه؟ ماسل تريمورز. على ايضا كونجيشن وبيتيكال هيموريج في الكونجنكتيف والماوس والفالفلار ميكوزا زي ما انت شايف كده، هي في الايه، هي الكونجنكتيف، شايف حالات الكونجيشن. تلاقي في اوديما ايضا ممكن في السبمانديبولار والسيرفايكال ريجن توارد البريسكت، كل ده ممكن ايه، ممكن اشوفه. وفي الاقي ممكن على حالات هايبر سالايفيشن مثلا، كل دي حالات ممكن او اشياء ممكن تشوفها في الاي ام انسبكشن بالنسبه للايه، للسبتسيميك انيمال. اما في البي ام انسبكشن اول حاجه بلاقيها ومن ضمن الحاجات اللي بشوفها كتير اللي هي الانلارجد اوديميتس اور هيموراجيك ليمف نودز، انلارجد اوديميتس اند ايه، اند هيموراجيك ايه، ليمف نودز زي ما انت شايف كده، ادي ايه، سيفير انلارجد ليمف نود.
طيب اشوف ايه تاني؟ ممكن اشوف ديجنريتيف تشينجز في البانكيناتس اورجانز، الليفر، الهارت، الكيدني. والديجنريتيف ان تشينجز ممكن تبقى عباره عن زي ما احنا قلنا هنقول كمان شويه كلاودي سويلنج، ممكن الاقي مثلا هيدروبيك ديجنريشن، ممكن الاقي فاتي انفلتريشن او فاتي تشينج او فات ديجنريشن. كل دي حالات ديجنريتيف ايه؟ تشينجز. ايضا ممكن الاقي كونجيشن في الاورجنز، ممكن الاقي بيتيكيا الاوريكوموتيك هيموريدج في الكيدني، في الهارت سيرفيسز، في الميوكس والسيرس ممبرينز، في الكونكتيف تيشو، وكمان في الادبوس تيشو او البانيكولاس ايه اديبوزس اللي هي السبكوتينيوس ايه السبكوتينيوس فات. بتلاقي حالات الكونجيشن والهيموريدج، ادي حالات ايه بيتيكيا الاوريكوموتيك، ادي حالات مثلا هيمولوجيك في السيروزا، تمام، بيتيكيا الهيموريدج في الكاردياك بارينكما في اللي هي بي، هنا الاقي مثلا كونجستد لانج، بريكارديال افيوجن. كمان ممكن الحاجات اللي احنا نشوفها الاقي حالات ايه سبلينو ميجالي، شايف السبلين قد ايه، سبلينو ميجالي، تمام. الاقي ايضا ان اديكوت بليد كاركس، يبقى ايه البليد كاركس؟ نتيجه هاي ايه، نتيجه الهاي فيفر. الاقي بلاد ستيند سيرس اكزوديت، الاقي بلاد ستيند سيرس اكزوديت، الاقي في اكزوديت في الابدومينال والثوراسيك كافيتيز، او في الابدومينال او مع الاثنين مع بعض او واحده لوحده. الاقي ايه بلاد ستيند سيرس اكزوديت، الاقي في سيرس ايه سيرس اكزوديت، هذا الاكزوديت بيبقى بلاد ستيند، بيبقى بلاد ايه بلاد ستيند. الاقي ايضا حالات انيميا نتيجه البوم مارو ديبريشن، وممكن الاقي حالات اكتراس ايضا اللي هي حالات اليرقان او الصفره، اكتراس مي بي ايه مي بي بريزنت ايضا. طبعا كل العلامات اللي احنا قلناها دي وان اور مور ليجن مي بي ابسنت، يعني مش كل العلامات دي لازم نشوفها في وقت واحد. في نفس الوقت بيقول لك اف وان، لو واحده بس علامه واحده كانت منتشره بشكل كبير جدا في الكاركس، يعني هاويفر اف وان سيجنيفيكانت ليجن از بريزنت الكاركس ماست بي كوندمند. يعني زي ايه مثلا؟ زي مثلا جنرالايزد اكيوت ليمفادينايتس، شايف ليمف نود هنا وليمف نود هنا وكلهم الملتهبين، لا في الحاله دي باخد قرار ان هي كوندمند لان انا عندي علامه واحده ومنتشره بشكل كبير جدا في ايه في الكاركس. طبعا كل الجروس ليجنز اللي انا بشوفها سواء في الكاركس او الاورجنز ماست بي كونسيدر، لازم اخد كل العلامات اللي انا بشوفها عندي في الكاركس في الاعتبار على ما اجي احكم على حاله ايه، على حاله سيبتسيميا. السيبتسيميا موجوده طبعا في امراض كتير جدا، يعني ممكن تشوفها في امراض كتير زي السالمونيلوزس، ليبتوس بيروزس، الحالات الانثراكس، حالات السواين ايرسيبلس والسواين والهوك كوليرا. السواين ايه؟ السواين ايرسيبلس بتبقى دي دايما معاها سيبتسيميا، حالات الهوك كوليرا برضو بيبقى معاها ايه؟ معاها سيبتسيميا. حالات السيبتسيميا الحكم عليها الانيمالز والانيمال كاركس والاوفلز والاذر ديتاتشد بورشنز كلها بتاعت الانيمالز دي المصابه بحالات السيبتسيميا، لابد ان هي عاملاها ايه؟ كوندامينيشن. لو في بوردر لاين كيس، حاله انا شاكك فيها، استخدم البكتيريولوجيكال اكزاميشن للحكم عليها، وحسب النتيجه اللي هتطلع ابدا اخد قراري. التوكسيميا، حالات التوكسيميا ايضا من الحالات الجنرال باثولوجيك اللي انا ممكن اشوفها اثناء الميت انسبكشن، وهي عباره عن بريسنس اند رابيد بروليفريشن اوف اكسوتوكسين اللي جاي من المايكرو اورجانيزمز او اندوتوكسين اللي جاي من البودي سيلز في البلاد ستريم، في البلاد ايه؟ في البلاد ستريم، حاله توكسيميا، تمام؟ يعني توكسين في الدم. ديفيكالت طبعا دي ايدنتيفايد في الروتين اي ام والبي ام انسبكشن، صعب ان انت ايه تكتشفها في الاي ام، لكن طبعا بتساعدك بعض العلامات. فبنلاقي ان الكلينيكال ساينس بتاع التوكسيميا سيميوليت فرايتي اوف اذر باثولوجيكال كونديشنز، يعني دايما التوكسيميا علاماتها بتختلط مع امراض كتير او بتشبه امراض اخرى كثيره. الكلينيكال ساينس والبي ام فايندنج دايما بتبقى سيميلر للايه؟ لحالات السبتسيميا اللي لسه متكلمين عليها. الجروس ليجنز ديفر ديبندنج اون سبيسيفيك اورجانيزم والتوكسين انفولفد، والتوكسين ايه؟ والتوكسين انفولفد. الاي ام انسبكشن عموما في حالات التوكسيميا بتلاقي ايه؟ بتلاقي نورمال او سب نورمال تمبريتشر، دايما الحراره بتبقى نورمال او سب ايه؟ او سب نورمال. الفيفر هنا بتبقى لو موجوده، لو موجود فيفر بتبقى نتيجه المايكرو اورجانيزم، لو في مايكرو اورجانيزم ممكن يحدث ايه؟ ممكن يحدث فيفر. الاقي كونفيوجن اند كونفالجنز، كونفيوجن الحيوان كده مش مظبوط ومدروخ، ماشي، حالات كونفيوجن وحالات كونفالجنز ممكن برضو تحدث في حالات التوكسيميا. ابنورمال تشينجز في اللوكوموشن، يبقى في تغيرات في مشيه الحيوان نفسه. بتلاقي في
موربند ده انيمال تلاقي فيه حالات احتضار، حيوان بيموت خلاص، او ايفيدنس اوف بين او علامات الم شديد بيعاني منه الحيوان، والالم الشديد قد ممكن انت تشوفه في حالات ايه، في حالات جرايندنج اتس تيث، تلاقيه بيجز على اسنانه كده جرايندنج اتس ايه اتس تيث. تمام. ايضا بتلاقي الانيمال نوت ايبل تو رايز، مش قادر يقف، زي حاله الريكامبنس اللي قدامنا دي، مش قادر يقف، ولو وقف بيبقى بيقف ايه بصعوبه جريتلي ديفيكلت. طبعا هيبقى فيه هنا ايه بيربل، ايه بيربل جم، والتغيرات في السيرس ميمبرينز عموما دي بتبقى موجوده في حالات التوكسين. ايضا بتلاقي فيه ديهايدريشن مي بي اولسو بريزنت، حالات ديهايدريشن، حالة ايه عنده جفاف وعطشان وعايز ميه كتير والكلام ده، دي كنت بتبقى في حالات الايه التوكسيميا. ده فين؟ في الاي ام انسبكشن. اما البي ام بيبقى فيه طبعا زي ما احنا قلنا علامات كتير، من ضمنها الهيمورج في الاورجنز. الهيمورج فين؟ في الاورجنز عموما، حال ايكوموزيس مثلا او بيتيكي ماشي، او مثلا هيمورج في الايه في الـ في الكافيتيز المختلفه. تمام، ماسيف هيمورج في الابدومينال كافيتي مثلا، دي هيمورج عموما، دي في حاجه ثابته. من ايضا تلاقي درجه الحراره في حاله التوكسيميا، في حالات التوكسيميا ايضا بتلاقي ايه، بتلاقي نورمال اور انلارجد اوديميتاس لينفنود، بتلاقي نورمال لينفنود او انلارجد اوديميتاس لينفنود، يبقى يا اما نورمال اوديميتاس او انلارجد اوديميتاس لينفنود. ودايما بتبقى اللينفنود في حاله التوكسيميا بتبقى ايه، بتبقى نوت هايبر بلاستيك او هايبر بلاستيك ايه بلاستيك، زي حاله السيتوسيم ما بيبقاش فيها هايبر بليجيا زي السيتوسيم. تلاقي برضو حالات النكروز، تلاقي في ايه حالات نكروز ماشي، نكروز زي نكروتيك اند فيلد ويز جازس، هنا في حاله حالات نكروز موجوده. ممكن ايضا تلاقي انفيزيما، تلاقي اللنج بتبقى ايه فيلد ويز اير، سواء الفيلر او انترستيشن. تلاقي ايضا ريرلي بيبقى فيه ديجنريتيف تشينجز في البارنكيماتس ايه اورجنز، اللي هي الهارت والليفر والايه والكيدن. حالات التوكسيميا ايضا بتبقى فريكوينتلي مع حالات الجنجرينس ماستايتس، الجنجرينس ميترايتس، حالات الاسبيريشن نيمونيا، الاولد ووندز والانجرس. ايضا بتبقى مصاحبه لحالات زي الديفيوز بروتونايتس، اللي بيبقى ممكن يكون حادث نتيجه بيرفوريشن اوف ريتيكولم او يوترس. طبعا كل هذه الساينز may not be seen in every animal affected with toxemia، يعني مش شرط انت كل حاله توكسيميا تشوف فيها هذه الايه هذه الساينز كلها، لا انت ممكن تشوف بعضها كلها، يعني على حسب الايه على حسب الحاله. الجادجمنت على حالات التوكسيميا، طبعا لو انا عندي مع التوكسيميا سبتسيميا خلاص الكاركس كوندام، كاركس اند فيسرا شود بي كوندام. وفي نفس الوقت لما بلاقي ان التوكسيميا معاها سبتسيميا باخد بالي كويس قوي من الاحتياطات اللي بياخدها الميت انسبكتورز اثناء عمليه الفحص، ان هو يبقى ايه ياخد احتياطاته، ان هو ايه الهاندس والارمز ووشد اند ديس انفكتد. في بلاقي برضو لو في برايمري ليجنز كوزنج سبتسيميا او توكسيميا، لو في برايمري ليجنز من اللي هي بتؤدي الى حدوث السبتسيميا والتوكسيميا زي اللي لسه قايلين عليهم من شويه، زي ميترايتس ماستايتس بريكاردايتس انترايتس اند اذرز، في هذه الحاله شود بي اوبزيرفد، بشوفها وبتاكد اند ايه اند ريكوردد از ايه از كوزز اوف ايه اوف كونتامينيشن. يبقى انا اصلا ما دام عندي الحالات دي موجوده يبقى هي شيء طبيعي هتؤدي الى حدوث السبتسيميا او توكسيميا، وبالتالي باخد قراري ايضا بالايه بالكونتامينيشن. طيب لو في عندي انيمال كوماتوزد او موريبند حاله احتضار شود بي كوندامند في الاي ام اي في الام انسبكشن، انا لو شفته لقيته جاي في حاله احتضار وبيموت ومغمى عليه كده وخلاص، في الحاله دي بي ايه ماست بي ايه ماست بي كوندامند في الايه في الاي ام اي انسبكشن. الحاله اللي بعد كده اللي هي حالات ان انت ممكن وانت بتبص كده وتعمل اكزامينشن تلاقي ايه، تلاقي هيموريدج او تلاقي هيماتوما. طيب الهيموريدج عموما اللي ممكن يحدث هو ايه، هيموريدج سين طبعا ات سلوتر في فاريوس اورجنز، ميوكس اند سيرس ميمبرينز، في السكن، في السبكوتينيوس تيشو، في المسلز، ممكن كل دول ايه نشوف فيهم الهيموريدج. دايما اسباب الهيموريدج ممكن تبقى تروما، ممكن يبقى اكيوت انفكشوس ديزيز، ممكن سبتسيميا، كل دي اسباب من اسباب الايه من اسباب الهيموريدج. في البيج دايما المسل هيموريدج بيبقى مصاحب ليه ايه، دايما بيبقى مصاحب ليه
حالات فراكشرز، يعني دايما الهيمورج في البيج بيبقى مصاحب ليه حالات ايه، حالات فراكشرز زي ما احنا شايفين كده في الايه في الصوره، تلاقي فيه فراكشرد بون ومصل مع مصل هيمورج فين في البيج مثلا. ايضا ممكن درجات الهيمورج تبدا من اول البي تي كي اللي هي البي تي كي الهيمورج اللي هي نقط صغيره بتبقى 1 ل 2 ملم في الدايمتر. ممكن ايضا تتطور هذه البي تي كي وتبقى ايه، وتبقى ايكوموزيس ايكوموتيك هيموريدج اللي هو حوالي بقى من 2 ل 3 سم، كبرت شويه النقطه دي بقت ايه 2 ل 3 سم في السايز ايكوموزيس. ممكن ايضا تبقى بينت براش، بينت ايه، بينت براش زي ما احنا شايفين كده، بينت براش او اكستنسيف ستريكينج، بينت براش او اكستنسيف ايه ستريكينج زي ما احنا كده في اليورينري بلادر، تمام، تلاقي فيه ايه بينت براش او اكستنسيف ايه اكستنسيف ستريكينج هيموريدج. ممكن يتحد الايكوموزيس او الايكوموتيك مع البيتيكي ويعملوا لي حاجه اسمها ايه بيربرا اللي هي عباره عن ايه نيومرس ريد ارياز، نيومرس ريد ايه ارياز. ممكن يبقى فيه هيماتوما، والهيماتوما هي عباره عن ايه لامب اوف بلاد كلوت. يعني ايه لامب؟ لامب يعني ماس، لامب اوف بلاد كلوتس في التيشوز او الاورجنز. هذا البلاد كولكشن اللي بيحدث بيعمل لي حاجه اسمها ايه تيومر، تيومر لايك سويلنج، تيومر لايك ايه سويلنج زي ما انت شايف كده، تبقى تحس ان هو زي ما يكون تيومر ولكنه ايه لما تشوفه هتلاقيه دم بس، فبالتالي يبقى فيه ايه هيماتوما. طبعا الهيماتوما بتختلف في السايز من اول حاجه صغيره خالص الى لغايه ان هي توصل لواحد متر في الدايمتر، يعني ممكن توصل لحجم كبير جدا. طبعا حالات الهيماتوما اسبابها ممكن تبقى تروما، ممكن تبقى كلوتنج ديفكت، ممكن يبقى هيد باتنج باي هورند انيمالز، يعني حيوان نطح حيوان بالهورن بتاعته يؤدي الى سبلين هيماتوما مثلا. فدي اسباب الايه، اسباب حدوث الهيماتوما. طبعا الـ اسباب حدوث الهيموريدج بقى عموما سواء ايا كان نوع الهيموريدج الموجود بقى ممكن تبقى اسبابه ايه، زي ما احنا قلنا ممكن يبقى انفكشوس ديزيز، اركنه على جنب ده دلوقتي، لكن ممكن حالات اخرى زي الفيتامين سي ديفيشنسي، ممكن سادن انكريز في البلاد بريشر مع ويك بلاد ايه فيزلز، لونج ترانسبورتيشن، بريسلوتر ستريس، هوت ويذر، اكسايتمنت. ممكن ايضا الليبر ديبريسنج اللي هو التنفس بصعوبه، التنفس ايه بصعوبه، والماسل كونتراكشن اثناء الفايلنت ديث، ماسل كونتراكشن الشديد اثناء الفايلنت ديث بيعمل لي حاجه اسمها الاجونال ايه هيموريدج اللي هو بيؤدي الى حدوث ايه رابتشر للكابيلاريز. ايضا المشاكل اللي بتحدث اثناء الستاننج ممكن تؤدي الى حدوث ايه هيموريدج، يعني مثلا امبروبر الكتريك ستاننج في البيج ممكن يؤدي الى بلاد ايه الى بلاد البيج والشيب، ممكن يؤدي الى بلاد سبلاشنج اتكلمنا عليها قبل كده. في الميكانيكال شيب ستاننج اللي هو البلو اون ذا هيد، بتخبط الحيوان على راسه بحاجه جامده تمام، او بمرزبه بهامر بحاجه زي كده، هذا الميكانيكال ستاننج ممكن يؤدي الى هيموريدج في الاورجنز سواء اللنج او الهارت. طبعا حالات الامبروبر ستاننج دي عشان امنعها بعمل ايه، بعمل ايميديت بليدنج، ان انا ما بخليش في فتره بين الستاننج وبين البليدنج، على طول بعمل ايه بذبح بعد ما بعد الستاننج مباشره، وفي نفس الوقت الفاست بلاد فلو فروم كات ايه كات فيزلز، ان انا الدم يخرج بسرعه من خلال عمليه تعليق الحيوان والكلام ده عشان اسرع من حدوث الايه خروج البلاد، وبالتالي ما يحدثش هذه المشكله. طبعا حالات الهيموريدج عموما لو الهيموريدج مينور اكستنت خلاص نتيجه فيزيكال كوزس الكاركس ابروفد والافكتد تيشو ايه كوندمت، لكن لو هو اكستنسيف هيموريدج او مثلا هيموريدج كاركس مع سيبتسيميا في الحاله دي الكاركس ايه كوندمت. حالات البروزس واتكلمنا عليها قبل كده في محاضره سابقه ولكن ناخدها على السريع، ان البروزس بتبقى فريكوينتلي فاوند في الاي ام والبي ام اكزامينيشن في الفود بروديوسنج انيمالز اند بولتري. في الكاتل بتبقى البروزس كوزد باي ترانسبورتيشن او هاندلنج، ودايما بتبقى موجود البروزس في منطقه الهيب، في الهيب جوينت، الشيست، الشولدر اريا. في البيج بتبقى موجوده في الليج، في قطعيه الهام او الليج كات. الشيب بتبقى موجوده في الهايند ايه في الهايند ليج. البروزس عموما والهيموريدج في منطقه الهيب جوينت في معظم الحيوانات بيبقى نتيجه الرف هاندلنج بتاعه هذه الحيوانات اثناء عمليه الايه الشاكلينج او التعليق، اثناء عمليه الايه التعليق بيبقى في حالات ايه بروزس مختلفه.
في البولتري البروزس ممكن يبقى لوكالايزد او جنراليزد، وبيبقى فريكوينتلي اسوشيتد بايه، ببون فراكشر تمام، و او رابتشرد ليجمنت، ايه ليجمنت تندون. وطبعا اكوردنج الاكستنت بتاع حالات البروزس بنبدا ان ايه نحكم عليها. فمثلا الجادجمنت البروز ده انيمال، عموما لو انا عندي في انيمال في بروزس في الاي ام انسبكشن على طول بعامله على انه ايه سسبكت، على انه ايه سسبكت كيس. في البي ام اكزامينيشن بقى لو لوكال بروزنج الكاركس ابروفد افتر تيمينج للايه للاجزاء المصابه. لو الكاركس بقى افكتد ويز بروزس اور انجريز اسوشيتد ويز انفلاماتوري ليجنز ار اولسو ابروفد لو التيشو دونت اكستند بوينت الريجيونال ليمف نود. يعني لو انا عندي حاله بروزس ومعاها انجريز ومعاها انفلاماتوري والكلام ده كله، ولكن هذه الحاله ما عدتش الريجيونال ليمف نود، يعني محدده في منطقه بس، وفي الحاله دي بعمل ايه كونتامينيشن للايه للافكتد ايه للافكتد اريا. اما لو البروزس او الانجريز اسوشيتد وذ سيستميك تشينج اند او اند اند هوسم اند هوسمنس اوف ماسكوليتشر از لوست، الهوسمنس بتاع العضلات فقد، في الحاله دي بعمل كونتامينيشن للايه كونتامينيشن للكاركس. ده بالنسبه للحكم على حالات الايه البروزس. حاله الابسس، الابسس هو ايه؟ هو localized bacterial infection often contains pus. البص ده ممكن يبقى white gray white، ممكن يبقى green، ممكن يبقى yellow creamy زي ما احنا شايفين كده. هذه localized bacterial infection اللي فيها بص بتبقى separated from surrounding tissue بفايبرس ايه فايبرس كبسول. البكتيريا في الليفر، البكتيريا في الليفر اللي يعني البكتيريا اللي بتسبب ابسس في الليفر هي الاكتينومايسيس او الكوريني بكتيريا بايوجينز، الستريبتوكوكس سبيشيز والاستافيلوكوكس سبيشيز. دايما عندي حاله مشهوره بتسببها الفيوزي الفيوزو بكتيريم او اللي بيسموها السفروفرس نيكروفرس، بتسبب ليفر ابسس من ضمن الحاجات اللي مشهوره جدا اللي هي الفيوزو بكتيريم نيكروفرس او بنقول عليها السفروفرس نيكروفرس. دي بتعمل ليفر ابسس ككومبليكيشن للرومن انفلاميشن، حالات رومينايتس في الادلت ايه في الادلت كات. يبقى الرومن نفسه بيبقى فيه التهاب الاول، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل بيقول لك ان في الفيد لوتس اللي الحيوانات اللي هي بتاكل جرينز كتير اللي هي الهاي جرين دايت which produce acidity، بتدي acidity كبيره او كتيره في الرومن وبتسبب ايضا السيراتيف رومينايتس. يبقى انا عندي هنا حاله ايه التهاب موجوده في الايه في الرومن وخصوصا الريتيكولم. فالرومن ليجن، الرومن ليجن بيحصل لها انفيجن بالفيوزي بكتيريم ايه فيوزو بكتيريم نكروفرس نكروفرم تمام. هذه الفيوزو بكتيريم نكروفرم من خلال الاصابه اللي موجوده في الرومن تبدا تعمل باس من خلال الفينز الى الليفر وبتعمل ايه وبتعمل ابسس وبتعمل ايه وبتعمل ابسس زي ما انتم شايفين كده. ادي ابسس موجود في الليفر وادي الريتيكولم تحته بالظبط، وجد ان هي الايه البكتيريا طالعه من الريتيكولم راحه للليفر من خلال الايه من خلال الانفكشن في هذا المكان. البكتيريا اللي بتبقى موجوده وبتسبب ابسسس في اللنج الباستريلا سبيشيز والاكتينومايسيس ايه الاكتينومايسيس بايجينز. الجادجمنت على حالات الابسسس عموما بقى، طبعا اول حاجه بيعملها الانسبكتور انه يحدد هل الابسس اللي قدامه اللي هو شايفه ده هل هو ده برايمري ابسس ولا سكندري ابسس. يعني ايه برايمري وسكندري؟ برايمري يعني التيشوز اوف او التيشوز ان كونتاكت ويز، يبقى اما التيشوز بتاعت الجي اي تي او ريسبيراتور او سبكوتينيوس او الليفر هي نفسها يكون فيها الابسس، يبقى هنا في الحاله دي ممكن تبقى برايمري تمام. او التيشوز الملاصقه ليها برضو ممكن تبقى ايه في هذه الحاله ايه يعني اصابه اوليه، اصابه اوليه حصلت فعملت ابسس تمام. طيب امال ايه الاصابه الثانويه؟ التيشوز بقى اللي هي بتتصل بهذه البرايمري سيستمز اللي بتتصل بها عن طريق الدم وينتقل الميكروب من هذه البرايمري ليجنز الى اماكن اخرى دي بنقول عليه سكندري، ممكن تروح للبرين للبون مارو السباينال كورد الرينال كورتكس الاوفري السبلين، فدي لازم يحكم عليها الاول يشوف هو برايمري ولا سكندري تمام. ففي الدومستيك انيمالز عموما بيقول ان البرايمري سايتس بتاعه البيرولنت انفكشن اللي هي البيوجينيك انفكشن او البيرولنت انفكشن بتبقى دايما مشهوره قوي البوست بارتم يوترس. البوست بارتم ايه؟ البوست بارتم يوترس ده من الحاجات اللي ممكن يبقى فيها بيرولنت انفكشن. الامبيليكس برضه ممكن يبقى فيه انفكشن في القفص. الريتيكولم في حالات الهاردوير ديزيز
اللي هي بقى حيوان بلع مسمار، بلع اي اوبجكت معين، فبيسموها الهاردوير ديزيز. دي في الريتيكولم، دي بتعتبر ايه من الاشهر الحاجات الموجوده ايه في الدومستيك. اما السكندري ابسس بيبقى موجود في ديستنت ايه، ديستنت بليسز بقى، يعني دايما البرايمري بيبقى موجود في اماكن ايه، في اماكن ابعد من كده، في اماكن ابعد ايه من كده. طبعا لو انا عندي سنجل هيوج ابسس، سنجل هيوج ابسس ان وان اوف سكندري سايتس مع وجود توكسيميا، يبقى انا لو عندي سكندري واحد وكبير جدا، ابسس كبير قوي وسكندري ماشي، مع وجود توكسيميا على طول بعمل كوندمينيشن الايه للكاركس، لان معنى ذلك ان انا عندي كان عندي حاله توكسيميا وحاله جينرالايزيشن ثم انتقل الابسس الى اماكن اخرى من البرايمري الى السكندري، وبالتالي هنا الحاله بتبقى في وضع خطير يعني. بنشوف ايضا او الانسبكتور لابد ان هو برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها، غير ان هو بيحدد برايمري وسكندري، ان هو يعمل ديفرنشيشن بين حالات الايه، بين حالات الاكتيف او الجروينج ابسس عن حالات الاولد او الكالسيفايد ايه، اولدر او كالسيفايد او هيلد ابسس. لابد ان الانسبكتور يفرق لو هو الحاله دي الاكتيف ولا حاله اولد، حاله جروينج ولا حاله ساكته او هيلد. ففي الحالة دي ايه مهم جدا الحكم على شكل الابسس ودرجته. في البيج ابسسز عموما بتبقى موجودة، دايما بتبقى موجودة في منطقة الجو والسباينز، يعني العظم والسباينز بتاع العظم والعمود الفقري، وموجودة في منطقة الجو اللي هي منطقة الايه الفك. تمام. السباينال ابسسز في البيج بتبقى كومنلي كوزد باي تيل بايتنج، تيل بايتنج، يعني دايما السباينال ابسس تحت البيج بتاخد نتيجه ايه، العض في منطقه الايه، في منطقه التيل. زي كده الحاله اللي قدامنا دي، تيل نيكروزز هون كوزد باي بايتنج، وجود مع وجود ايه، مع وجود سكندري سباين ابسس، مع وجود سكندري سباين ايه، سباين ابسس. اللي بيحصل ايه، اللي بيحصل ان البكتيريال ايجنت من التيل نتيجه العضه يعني اللي حصلت في منطقه التيل بنتريتنج السباينال كانال، بتخش في السباينال ايه كانال، وارستد في اللمب وساكرال اند سيرفايكال سباينال انلارجمنتس، تؤدي الى ايه، تؤدي الى حدوث ايه، يعني وجودها في اماكن اللمب وساكرال والسيرفايكال سباينال، تعمل ايه، تعمل سباينال ايه، تعمل في منطقه اللمب وساكرال انلارجمنتس، وتعمل في منطقه السيرفايكال سباينال ايه انلارجمنتس. تمام. وتؤدي الى حدوث الابسس ايه، الابسس فورميشن. او بطريقه اخرى تحدث السباين، السباينال ابسسز تحدث بطريقه اخرى ازاي، ان يبقى التيل تمام ما فيش فيه مشكله، حصل عدوى زمان يعني البيج ووز بايتن ان ايرليير ستيج، اتعض من فتره ماشي، والابسس في الحاله دي ان سباين ووز فورمد از ا ريزلت اوف اسندنج بكتيريال انفكشن، اللي هي بنسميها الايه البايميا، اهو زي ما انت شايف كده حاله بايميا، ولكن هي بدايتها برضو الايه البايتنج بتاع التيل، لكن ما راحتش دخلت على 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 سباين الكنال على طول مباشره، لا ده هي لفت في الجسم عملت بايميا ثم وصلت للايه للسباينز وعملت فيها الايه، وعملت فيها الابسس. طبعا عموما الحكم على المالتيبل ابسس في الليفر، عشان نتكلم في الجادجمنت دلوقتي بتاع الابسس، المالتيبل ابسس في الليفر بعمل كوندمنيشن للاورجن. الليفر ابسسز واسوشيتد بامبيليكال انفكشن ريكوير كوندمنيشن. في برضه سمول مالتيبل ابسسز مي ديفلوب في الليفر، سمول مالتيبل ابسسز مي ديفلوب في الايه؟ في الليفر بتاع الكاف كنتيجه للانفكشن اوف امبيليكس، بيسموه السوداست ايه؟ ليفر، سوداست ايه؟ ليفر، شايف؟ سوداست ايه؟ ليفر. بتبقى ابسس صغيره ومنتشره بشكل كبير. كاركاسز وذ ساتش كونديشن شود بي ايه، شود بي كوندمند ايضا، لان انا برضو عندي سوداست سوداست ليفر وابسسز كتير وفي الامبيليكس برضو في مشكله، فهي نفس الكلام. لو انا عندي اف نو اذر انفكشن از بريزنت، لو ما فيش انفكشن اخرى مع الـ مع الابسس، ابسس ستريمد اوف، الابسس بنشيله من المنطقه اللي هو فيها، والليفر مي بي يوتلايزد فور هيومن اور انيمال ايه فود ديبندنج اون respective country regulation، على حسب بقى النظام. ليه؟ باذن لو ابسس محدد واحد بس مثلا بشيله وببص على باقي الليفر، لو سليم يعدي مفيش مشكله. الانيمالز افكتد بابسسز وهذه الابسس سبريد ثرو بلاد ستريم، حاله بايميا طبعا ار كوندامند في الايه، في الاي ام انسبكشن، لو الابسسز منتشره في اماكن كتير من الجسم وفي نفس الوقت في عندي سيستميك انفولفمنت از ايفيدنت،
ايفيدنت بايه؟ ايفيدنت بإليفيتد تمبريتشر وحاله ايه؟ وهن عام وضعف عام وكاشيكسيا. إليفيتد تمبريتشر يبقى اذا في عندي ابسس منتشره مع سيستميك انفولفمنت، زي مثلا حاله زي كده مثلا هنا سبتو ايه؟ سبتكو ايه؟ بايميا، سبتسيميا وبايميا، تمام؟ وفي ميلاري ابسس في الايه؟ في الكدني. دي الحالات دي بنعمل لها برضو ايه؟ كوندامينيشن، لان في هنا عندي جنراليزيشن. في البي ام اكزامينيشن الكاركاس از كوندامند لو الابسس ريزلتد فروم انتري اوف بايجينيك اورجانيزم انتو ذا بلاد ستريم اند انتو ابدومينال ايه؟ اورجانز والسباينز والمسكليتشر. يبقى اذا لما تخش ما يوصل المشكله او ما يوصل الابسس للابدومينال اورجانز للسباينز للمسكليتشر او في البلاد ستريم على طول بتاخد ايه؟ بنعمل لها كوندامينيشن كاركاس. الابسسس في منطقه اللنج بقى او في اللنج may require contamination of lung and passing carcass if no other lesions are noted. زي ما احنا شايفين كده ممكن يبقى thin walled abscesses في الايديان، thin walled ايه؟ thin walled abscesses. ممكن يبقى thick fibrous tissue encapsulated abscess زي حاله البي هنا. ممكن يبقى برضو exudation of viscous creamy yellow pus زي ما احنا شايفين كده في حالات الايه؟ الدي هنا. تلاقي هنا ايه؟ تلاقي في اكزوديشن من ايه؟ من البص في هذه الايه؟ هذه المنطقه. وهنا سيك ايه؟ سيك فايبرس تيشو انكابسوليتد ايه؟ ابسس في الايه؟ في اللنج. هنا ممكن الاقي ثين وولد ابسس في الايه والبي، ثين وولد ابسس في الايه والايه والبي. طبعا على حسب الاكستنت بتاع السيفيريتي بتاع الحاله بيبدا الحكم ايه؟ عليه. من ضمن الحاجات الجنرال باثولوجيكال كونديشنز المهمه جدا اللي ممكن تشوفها في اثناء الانسبكشن الميت انسبكشن عموما حالات النكروزس. والنكروزس هو ايه؟ هو سيل ديس في الليفنج فاسكولارايزد تيشو او لوكال ديس اوف سيلز في الليفنج انيمال. يبقى لا اما سيل ديس في الليفنج فاسكولارايزد تيشو او لوكال ديس اوف سيلز في الليفنج ايه؟ في الليفنج انيمالز. اهو زي ما انت شايف كده كل الحالات النقط دي اللي انت شايفها دي عباره عن ديسيمينيتد ايريز اوف نكروزس في الليفر اوف لامب. الجروسلي كده حالات النكروز عموما بتبقى النكروتيك تيشو بيبقى بيل، بيبقى جراي شويه ضل، وبيبقى ديبريزد شويه عن السطح بتاع الاورجان نفسه، تمام؟ ديبريزد وسراوند بهايبريميك ايه؟ هايبريميك زون. سراوند ويز ايه؟ هايبريميك زون. اهو لو تلاحظ تلاقي في هنا هايبريميك زون، اهو هايبريميك زون حوالين مناطق الايه؟ مناطق الديث او النكروزس اللي حصلت. طبعا على حسب الجروس فيتشرز اللي بتشوفها في كو اجيولاتيف نكروزس، في كازييشن نكروزس، في ليكوفاكتيف وسابيوراتيف نكروزس، وفي فات نكروزس. اول حاجه عندنا الكو اجيولاتيف. الكو اجيولاتيف نكروزس ده هو زي ما انت شايف كده الشكل هنا كو اجيولاتيف ايه؟ نكروزس. بتلاقي النكروتيك تيشو دراي وايت اور جريش وايت، بيبقى هوموجينس سلايتلي ديبريزد فروم سراوندنج هيلثي ايه؟ هيلثي تيشو. ما بيختلفش كتير عن الجنرال ايه؟ الكلام العام عن كل الايه؟ عن كل اي عن اي نكروتيك ايه؟ نكروتيك تيشو. زي ما احنا شايفين كده موجوده اهو، ادي نكروزس في الكدني زي ما انت شايف، واخد نفس المواصفات اللي احنا لسه قايلين عليها، تمام؟ هنا برضو مالتيبل كو اجيولاتيف نكروزس في الشيب، مالتيبل كو اجيولاتيف نكروزس، كل دي نكروزس، كل دي ايه؟ نكروزس. النوع الثاني اللي هو بيسموه الكازييشن نكروز. ايه الكازييشن نكروز؟ تلاقي النكروتيك تيشو في الحاله دي بقى ايه؟ بيتحول الى هوموجينس سوفت فرايبل جريش وايت تشيزي جرانيولار ماس. هنا كلمه تشيزي ظهرت، كل ده اسمه ايه؟ كازيس او كازييشن. كازييشن تجبن، شايف كل دي ايه؟ كل دي ايه؟ تجبنات هين او كازييشن نكروزس. ده مثلا في الشيب كيزس نكروزس في المزينتر كلينفينود، هنا انسيس دي كدني تلاقي في كيزس نكروزس، هنا مثلا ميدياستاين لينفينود فيها ايه؟ كيزس نكروزس. ايضا في الكيزس نكروزس بتلاقي الديد تيشو، الديد تيشو اتراكتس ها كالسيوم ديبوزيتس. يبقى اذا ممكن يبدا يعمل اتراكشن للكالسيوم ايه؟ الكالسيوم ديبوزيتس، وبيبقى انكلوزد ويز ا كونكتيف تيشو كبسول. تلاقي زي ما انت شايف كده تلاقي في ايه؟ في اللنج اهون، ده في اللنج تلاقي اللينفينود اللنج والليمف نود، هنا الليمف هنا الايه؟ هنا الليمف نود اهي، تلاقي محاطه بايه؟ محاطه بفايبرس ايه؟ بفايبرس كبسول. نكروزس سراوندد ببيل ثين فايبرس كبسول، هنا نفس الكلام اهي، ادي كيزس نكروزس محاط بايه؟ بفايبرس كبسول في اللنج تيشو. الليكوفاكتيف او سابيوراتيف نكروزس، وده بيبقى ليكويد نكروتيك تيشو، بيبقى ليكويد نكروتيك ايه؟ تيشو، وعاده ما بيبقى موجود في منطقه السي ان اس او البيوجينيك ايه او البيوجينيك انفكشنز عموما. في السي ان اس بيسموها الملاكيا
اللي هي سي ان اس مالاكيا دهون، بيبقى سيفير هايبوكسيك ماشي اور توكسيك انجري. سيفير هايبوكسيك يعني ما فيش اكسجين، وتوكسيك انجري ويز فوكال ديسوليوشن اوف نيورو بيلز، التشو نفسه بتاع النيرفس سيستم بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديسوليوشن ماشي، ديسوليوشن زي ما احنا شايفين كده. تلاقي مثلا ايه ديفيوز ديبوزيشن اوف ييلوش فرايبل ماتيريال في ايه، تمام، ييلوش فرايبل ايه ماتيريال في التشو نفسه بتاع الايه المخ ماشي، اللي هو الفايبرين اوفر ليبتو منينجيال سيرفيس. هنا برضو في البي هنا تلاقي ايه مالتي فوكال ارياز اوف ماليكيا كاركترايزد باي ريجولار جريش كافيتيشن في ريجولار ايه كافيتيشن فين في ستريتد ايه بودي، كل ده في الايه نيرفس تيشو. ايضا بتبقى موجوده زي ما احنا قلنا فين في بايوجينيك انفكشن، يعني حالات في بايوجينيك بكتيريا في ابسس بيحدث جوه الابسس ايه اوتوليتيك او ليكوفاكتيف او سابيوراتيف نيكروزس، فبيحدث اوتوليسيس او 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 هيتروليسيس نتيجه بسبب النيتروفيل زي النيتروفيل انزيمز، بيؤدي الى كولكشن اوف بس كونتيننج ايه نيكروتيك تيشو مايكرو اورجانيزمز ديد نيتروفيلز ماشي، ويعمل سابيوريشن زي ما احنا شايفين كده في الثلاث صور كلهم فيهم ايه فيهم فيهم السابيوريشن نتيجه وجود الايه نتيجه وجود ليكوفاكتيف او سابيوراتيف نيكروزس في بايوجينيك انفكشن. بايوجينيك ايه انفكشن. هذا البس ممكن يصبح بعد كده يبقى ايه يبقى كيزياس، ممكن يبقى اودرلس كيزياس واودرلس في مراحل ايه متقدمه او يعني لما ياخد وقت اطول. يعني اللي بعد كده او النوع اللي بعد كده من انواع النكروزس اللي هي بيسموها الفات نكروزس، يعني نكروزس ولكن يحدث في الايه في الفات، يعني الادبوس تيشو ديث في الليفنج انيمال. وعندي عده انواع من الفات نكروزس، في انزيماتيك فات نكروزس وسببه هنا الانزيمات بتاعه الفات انفلاميشن، وهنا الفات بيبقى هارد وايت وبيك، تلاقي فيه ماسز ريزمبلينج سوب فليكس عامله زي ما يكون ايه صابون مبشور كده تمام، بتلاقي فيه لوس اوف يلو ترانسلوسنت نيتشر اوف ايه اوف فات، الترانسلوسنت نيتشر بتاع الفات دي بتفقد تمام. ده فين؟ ده في الانزيماتيك. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو التروماتيك فات نكروزس، بيبقى سببه في هذا الحاله النكروزس حصل نتيجه ميكانيكال انجري، تلاقي الفات بيبقى فيرم وبيك برضو شاكي ماسز، شاكي ماسز يعني تحس ان هي كتل تبشيريه كده موجوده في الايه ان اريا اوف اكيوت اور كرونيك انفلاميشن، ده ايه ده التروماتيك. اما النيوتريشنال فات نيكروزس فسببه بيبقى نيكروزس في الفات نتيجه اكستريم ايماسيشن، والاكستريم ايماسيشن ممكن يبقى في حالات مرضيه زي حالات التي بي، حالات اليونز ديزيز في الشيب والكتل. الجروس اللي هنا او الجروس فايندنج بلاقي ان الفات بيبقى اوبيك والفات بيبقى فومي، الفات بيبقى ايه فومي، يبقى الفات نفسه ايه فومي وبيك وشاكي وايت، شاكي وايت يعني ايه طباشيري كده ولونه ابيض، وممكن يخش عليه بعد كده الايه الكالسيفيكيشن طبعا لانه ايه بيبقى قديم شويه، بيبقى قديم ايه قديم شويه. اهو دي اشكال من اشكال الفات نكروزس المختلفه، هارد نديلو فات مثلا في التيل ماسلز في الكروكودايل، ماسيف اومنتال فات نيكروزس مثلا سابونيفايد اند هارد، هنا ممكن تلاقي نيكروتيك فات ماس اراوند السمول انتستين في ايه ده حوالين السمول انتستين تلاقي في نيكروتيك ايه نيكروتيك نيكروزس للفات، في نيكروتيك فات برضو ماسس حوالين الايه حوالين الكدني حوالين الايه الكدني حوالين ايه الكدني. طبعا حالات النكروزس الحكم عليها لو رجعنا ثانية واحدة، حالات النكروزس كلها على بعضها حسب الاكستنت بتاعها وعلى حسب وجودها طبعا ما لابد ان هي ايه تعدم الافكتد تيشو يعدم تمام، والا اذا كانت بقى معاها سيستميك انفولفمنت ده موضوع تاني تاخد حكم ايه توتال كوندامينيشن. حالات الاوديما بقى من الحالات المشهورة جدا اللي بتشوفها سواء في الام او ممكن تشوفها في البي ام، وهي اكيوميليشن اوف اكسس فلويد في الانتر سيلولار او الانترستيشال تيشو كومبارتمنتس اند بودي ايه اند بودي كافيتس. طيب الاديما ممكن تبقى انفلاماتوري وممكن تبقى نون انفلاماتوري، انفلاماتوري نتيجه وجود انفلاميشن تمام، وفي الحاله دي يبقى موجود عندي اكزوديت، والاكزوديت هنا بيبقى يلو وايت اور جرينش كلير ماشي اور كلاودي فلويد. اما النون انفلاماتوري، النون انفلاماتوري اللي بيبقى موجود بيسموه ترانزوديت، والترانزوديت ده بيبقى فلويد عادي في السبكتينس تيشو او سب ميكوزا اللنج البرين
ده ايه؟ يبقى ممكن تبقى وجود في انفلاميشن فيها، او مفيش ايه، او مفيش انفلاميشن، او ممكن تكون لوكالايزد او جنرالايزد. اللوكالايزد ممكن تبقى مثلا تحدث في الليج، يحدث ليج سويلنج مثلا في الكاو على سبيل المثال نتيجه البرولونجد ريكامبنسي، فنتيجه مثلا حصل في الليج ليه نتيجه اوبستراكشن اوف فينس اوت فلو. ممكن يحدث انترفيرنس في الليمف سيركوليشن، يعني الليمف يحصل ايه، انترفيرنس في الليمف، في الليمفاتيك سيركوليشن بتاعه اورجان معين او منطقه معينه نتيجه وجود تيومر مثلا على سبيل المثال، مثلا تيومر بروليفريشن في ان او اراوند البايل داكت مثلا. ممكن يحدث ايضا لوكالايزد نتيجه انفلاميشن او اليرجيك ايه رياكشن في مكان ما او منطقه معينه. حاله الايديما ممكن تبقى سيستماتيك او جنرالايزد ايديما مي اوكير اولسو. ممكن تبقى سكندري لحالات مثلا الكونجستيف هارت فيلير، او ممكن تكون كوزد باي لو بروتين ليفل في البلد. وحاله اللو بروتين ليفل في البلد ده هي ممكن تبقى موجوده نتيجه وجود حالات سيفير مال نيوتريشن يؤدي الى لو بروتين ليفل في البلد، سيفير اميلودوزيس في الكيدني، جي اي تي بارازيتيك انفستيشن، كرونيك ليفر ديزيز، دامج في الفاسكولار اندوثيليوم نتيجه توكسين او انفكشن. كل دي بتؤدي الى حالات ايه، لو بروتين ليفل في البلد، وبالتالي تؤدي الى جنرالايزد اوديما. زي هنا مثلا الحاله زي ما انت شايف كده، في سب مانديبولار اوديما، في بريسكت اوديما، في فينترال اوديما من تحت، في ادر اوديما تمام، وفي هارت، في حاله ايه، في حاله هارت ايه فيلير، او ممكن تبقى زي كده في فيتس ينزل كله بهذا الشكل. طبعا على حسب وجود مكان وجود الاديمه ممكن تسمى ازاي. فالاناساركا مثلا بيسموها سبكوتينوس اديما، ممكن تبقى نتيجه توكسيميك انفكشن. حالات الاسايتس اللي هي الاكيوميليشن اوف فلويد في الايه، في البروتينيال كافيتي. الهيدروثوركس اكيوميليشن اوف فلويد في البلورال كافيتي، ودايما الهيدروثوركس ممكن تحدث في حالات التروماتيك بيريكاردايتس، الاسايتس، السيروزس في الليفر، الراوند وورم انفستيشن في الشيب. في الاي ام بلاقي ايه، بلاقي في الاديما اي ام بلاقي في ديبريسد انيمال، دراوزي انيمال، سويلنج في المندبل، سويلنج في الديولاب، في الليجز، شولدر، البريسكت، الابدومين تمام. بلاقي ديمتاستيشو بيبقى نفسه، ديمتاستيشو بيبقى كول وفيرم في التاتش ودوي في الكونسستنسي تمام، زي ما ادي البريسكت، ادي المندبل، ادي الابدومينال ايه اديما. في البي ام ممكن الاقي التيشو اللي فيه اديما ده بيبقى ويت وسلوبي ماسكوليتشر، زي ما انت شايف كده ويت اند سلوبي ماشي، اند بيتس اون بريشر، تضغط عليه كده يبان الايه الضغطه دي فيه على طول ويتاثر فيه. تلاقي فيه اكيوميليشن لكلير او فينت يلو فلويد في الثوركس زي ما انت شايف في الشيكن اهو ماشي، وفي الابدومين وفي السبكوتينيوس تيشو تلاقي فيه ايه اكيوميليشن كلير اور فينت يلو فلويد في الثوركس، في الابدومين، في السبكوتينيوس ايه، في السبكوتينيوس تيشو. السبكوتينيوس اهو في الايه، في البيج، لكن ده في التشيكن في الايه، في الثوركس او الابدومين. الجادجمنت على حالات الاوديما، لما وين ميكينج جادجمنت اتس امبورتنت تو نو، لازم طبعا ما دام في اوديما اعرف ايه السبب بتاع الاوديما، لان لو انفكشوس مثلا غير لما يكون مش انفكشوس، وفي نفس الوقت اعرف السيجنيفيكانس اوف اذر ليجنز فاوند ان كاركس، يعني اشوف السبب ايه الاول بتاع الاوديما، وفي نفس الوقت مدى المدى بتاع او السيفيريتي بتاع الليجنز وصل لغايه فين عشان اقدر احكم على حاله الايه الاديما. فمثلا animals with generalized edema may be condemned في الام انسبكشن، less severe non generalized carcass الانيمال بيتعامل على انه ايه، على انه حاله suspect. الكاركاس may be totally or partially condemned depending on extent and cause of condition. وجود localized edema necessitates removal of affected area والكاركاس approved. الإديما associated with diseased condition زي التروماتيك بريكارديتس، مالجنانت نيوبلازم، سيبتيسيميا، الحاجات دي كلها require condemnation of the carcass because of primary infection. الإديما observed في الميزنتري is commonly related to circulation interference في الكودال فينا كاف، يعني لما يكون في عندي إديما في منطقة في الميزنتري عموما بيبقى دايما سببه مشكلة في الكودال فينا كافا نتيجة ليفر ابسس او كرونيك ليفر ديزيز. هذه الحالات المفروض ان هي هيلد، يعني ان اكولر فور ري اكزامينيشن، فور ري اكزامينيشن.
لو عندي بقى دراي سيرس ممبرينز في الابدومينال والثوراسيك وولز والكاركس ابير نورمال كان بي باست فور هيومن ايه فور هيومن كونسامشن. حالات الامفيزيما وهي دايما بتبقى اسوشيتد مع سام ديزيز كونديشن وكوزد طبعا نتيجه اوبستراكشن في الاوت فلو اوف اير او نتيجه اكستنسيف جاسبنج ريسبيريشن اثناء السلوتر بروسيس. يحدث ايه؟ يحدث امفيزيما. امفيزيما يعني ايه؟ الهواء يملى الايه؟ يملى الالفيولاي مبدئيا، وممكن يملى كمان الاماكن اللي هي انترستيشال بين الايه اللوبيولز وبعضها. فانا عندي في اول سبيش ممكن تحدث الامفيزيما في كل السبيشز مي افكتد بالالفيولار ايه امفيزيما، ولكن الانترستيشال امفيزيما بتحدث موستلي في الايه في الكتل. الالفيولار امفيزيما ابير از سمول اير بابلز، بتبقى عباره عن سمول ايه سمول اير بابلز نتيجه ايه نتيجه الاير ترابد في الدايليتد ايه في الدايليتد الفيولاي. ده انت شايف كده كل الالفيولاي مليانه ايه مليانه بالهواء وظاهر بالظبط كده زي ما انت شايف كده حاله الفيولار ايه الفيولار امفيزيما. هنا برضو الالفيولاي يعني كبيره قوي وديستندد قوي نتيجه وجود الايه الهواء فيها. لارج لما ممكن يزيد شويه بدل ما هي حاجه بسيطه تزيد شويه في الالفيولاي برضو توصل الى فيو سنتيمترز، وبيسموها في الحاله دي بولي او بولس ايه بولس انفيزيما بولس انفيزيما. دي ايه دي لما يكون الهواء في الالفيولاي ممكن يزيد شويه عن الالفيولاي، وبالتالي في الحاله دي يحصل ايه نتيجه اللاك اوف كولاترال فنتيليشن فورسز رابتشر اوف الفيولاي اند ميجريشن اوف اير انتو الانترستيشيوم. يبقى اذا الهواء زاد في الالفيولاي جدا ومش عارف مش لاقي له مخرج ومش عارف يلاقي طريق يخرج منه، بالتالي يحصل ايه يحصل رابتشر للالفيولاي ويبدا الهواء يتسرب الى الانترستيشيال تيشو، وبالتالي تعمل لي حاله ايه انترستيشيال ايه اديما انترلوبولار اند سابلوبولار ايه انفيزيما هو زي ما انت شايف مثلا، او اللي بيولز والانترلوبولار بيري برونكيال سبيسز ماركتلي ديستندد وذ اوديما، فبيفصل اللوبيولز عن بعضها زي ما انت شايف اوديمتس. وهنا الحالتين دول اوديما مع ايه مع انفيزيما في نفس الايه في نفس الوقت. تلاقي اللوبيولز بتاع اللنج بيكام سيبريتد باي ديستندد انترستيشال تيشو، وفي ماركت لوبيوليشن في الايه في اللنج زي ما انت شايف كده اللوبيولز واضحه ومحدده. طيب حالات الانفيزيما دي الانفيزيميتس لنج عموما بتبقى ايه بتبقى بيل، اللنج نفسها بتبقى بيل انلارجد جريش يلو انلارجد جريش يلو، وبتبقى بير لايك شايني ليجن. الليجن تلاقي كده عامله زي اللؤلؤه زي اللؤلؤه بير لايك زي اللؤلؤه زي ما يكون حته مجوهرات كده انت شايفها قدامك. دي الانفيزيميتس ايه دي البي ام يعني البي ام بتاعت الايه الانفيزيميتس لنج. طبعا لما بتيجي تعمل لها بالبيشن تلاقي الافكتد اريا بافي وكريبيتنت. بافي يعني زي ما يكون ماسك حاجه مليانه هواء كده، وفي نفس الوقت كريبيتنت بتعمل صوت الهواء لما يكون مزنوق في حته معينه كريبيتنت. الديزيزز بتاعت الفود انيمالز اللي ممكن تشوفها في الانيمالز اللي هي بتبقى مصاحب ليها انفيزيما من اشهر الحاجات اللي هي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري اوديما في الهورسز والانترستيشال نيمونيا في الايه في الكاتل. في الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز بيسموه هيفز وفريكوينتلي ديسكرايبد اندر كورونيك برونكايتس او بيسموها برونكيولايتس في الهورسز. في الانترستيشال نيمونيا في الكاتل بيقولوا عليها برضو الفوج فيفر، وبيقولوا عليها الاكيوت كورونيك بالمونري ايديما اند انفيزيما. جادجمنت على حالات الانفيزيما طبعا الافكتد لانج طبعا بنعمل لها كوندامينيشن. التيومرز بقى عموما او النيو بلازمس عموما بقى بتلاقي في ابنورمال ماس موجوده في التيشو بتبقى جرو تمام بتنمو وزاوت كنترول وزاوت انكوردينيشن مع التيشو او الاورجنز اللي هي طالعه منه اوف اوريجن او اللي هي قريبه منه. مفيش تنسيق ماشي. حالات سرطانات او بيسموها نيوبلازمس عموما وسرطانات ونيوبلازمس او تيومرز. طبعا وجود حاجه زي كده في مكان ما بيعمل ديسكومفورت للتيشو او للاورجن اللي موجود فيه نتيجة البريشر او الريبليسمنت للهيلث تيشو والفانكشن تيشو، يبقى يعني اما نتيجة الضغط على الاورجن اللي هو فيه او ان هو بيحل محل التيشو السليم يحل محل التيشو غير فعال وغير نشط وبالعكس ده بيسبب مشاكل كتير جدا بالضغط على الاورجنز اللي بيطلع فيها. التيومرز
التيومرز على حسب الاوريجين بتاعها ممكن تبقى فيه ايبيثيليال تيومرز، ميزينكايمال اللي هي بيسموها الكونكتيف تيشو تيومرز، يعني في هيموبايوتيك، هيموبايوتيك موجود في الدم، ممكن في النيرفس تيشو، يبقى حسب وجود حسب مكانها بتسمى على حسب البيهيفير بتاعها. يعني ايه البيهيفير؟ البيهيفير اللي هو المود اوف جروث والديجري اوف انفيزيفنس، المود اوف جروث والديجري اوف انفيزيفنس تقسم الى قسمين، بناين ومالجننت. البناين بيبقى سلو جروينج نون انفيزيف سيركمسكرايبد تيومرز، المالجننت بيبقى فاست جروينج انفلتريتيف اند فريكوينتلي ميتاستاتيك، يعني بينتقل الى اماكن ايه؟ الى اماكن اخرى. زي ما احنا شايفين هو ادي موجوده في الايه، السكويموس سيل كارسينوما في افكتد ان كاو، في الافكتد الايه، الكاو اي اند باروتيك ليمف نود هنا، تمام. وادي هو حوالين العين، وادي في الجسم المختلفه، النيوبلازمس مختلفه. طبعا السبريد بتاع النيوبلازم، انتشار النيوبلازم ممكن يبقى نتيجه دايركت اكسبانشن اند انفلتريشن، يعني ينتقل هو بنفسه من مكان لمكان عن طريق دايركت اكسبانشن اند انفلتريشن، او ممكن ينتقل عن طريق الليمفاتكس والبلد، وممكن ينتقل عن طريق عمليه الايه، الامبلانتيشن او الاستزراع في مكان ما، الامبلانتيشن. فنلاقي مثلا حالات الكارسينوما، حالات الكارسينوما واللي هي بتصيب الابيثيليال تيشو، كانسروما او التيومرز اللي بتصيب الابيثيليال تيشو دايما تنتشر عن طريق الليمفاتكس، تنتشر عن طريق الايه، الليمفاتكس. ادي ادينو كارسينوما في الاوفاين بالمونري، هنا مثلا حاله سمول انتستينال ادينو كارسينوما في الشيب، تمام، دي بتنتقل عن طريق الليمفاتكس. ممكن حالات ساركوما زي كده، ايه، ليمفو ساركوما في الكدني، هذه الحالات اللي هي الليمفو ساركوما بتصيب الكونكتيف تيشو وكومن سبريد عن طريق البلد. اما حالات الامبلانتيشن للسراوندنج، عندي مثلا مثال عليها اللي هو الايه، الامبلانتيشن اللي بيحدث في البرايتال كافيتيز في الاوفيريان، ايه، اوبزيرفد ان اوفيريان كارسينوما، اوفيريان كارسينوما دي بتعتبر ايه، بتعتبر حاله امبلانتيشن، ان هي عملت امبلانتيشن للايه، للسراوندنج برايتال كافيتيز. السبريد اوف مالجننت تيومرز عن طريق الليمفاتكس او البلد لانذر اريا نوت دايركتلي كونكتد ويز اوريجينال سايت بيسموها ميتاستاسيس. هذا السبريد عن طريق البلد او الليمفاتكس يسموه ايه؟ ميتاستاسيس. طبعا الجادجمنت، الكاركس اللي هي افكتد بميتاستاتيك نيوبلازم توتال كوندمنيشن، المالتيبل بناين تيومر ان ديفرنت اورجنز توتال كوندمنيشن، يبقى هو لو بناين ولكنه كتير برضه توتال كوندمنيشن. السيركمسكرايبد بناين تيومر، لو في عندي سيركمسكرايبد بناين تيومر الكاركس ابروفد وكوندامن للايه، للافكتد اريا فقط. دي ايه، دي حالات التيومرز والنيوبلازمز. الكالسيفيكيشن من ضمن الحالات اللي بتشوفها اثناء الميت انسبكشن، انت تشوف كالسيوم كالسيفيكيشن عندك في التيشو، وهو الديبوزيشن اوف كالسيوم سولتس في الايه، في الديد اند ديجنريتيف تيشو، may be regarded as body reaction to immobilize some foreign agents. يعني عادة بيبقى الكالسيفيكيشن ريسبونس من الجسم عشان يقلل من انتشار الفورين ايه، الفورين ايجنتس، وهو عبارة عن body reaction في الأول وفي الآخر. يعني it may be in any tissue or organ، ممكن يبقى موجود في أي tissue أو أي ايه، أو أي organ. في الديري كاوز الكالسيفيكيشن نوتد في الهارت، في الاندوكارديوم، نتيجة وبيبقى السبب نتيجة excessive dietary supplementation بفيتامين دي. في الكاتل ايضا المينراليزيشن في الاورطه والبراكيسفاليك ترانك برضو بنشوفها في الـ في الكاتل، تلاقي فيها زي كالسيفيكيشن في الاورطه والبراكيسفاليك ترانك في اليانج ايه، في اليانج هيفر، اليانج ايه هيفر، تلاقي فيه مينراليزيشن. الكالسيفيكيشن از اولسو سين في البارازيتيك انفستيشن، ممكن برضو حالات البارازيتيك انفستيشن يصاحب ليها حالات ايه، كالسيفيكيشن ان ميني كرونيك ايه انفكشنز، يبقى في البارازيتك وفي الكرونيك بكتيريال انفكشن زي حالات التي بي، زي هنا مثلا ايه، بارازيتك ليجن اندرجوينج مينراليزيشن في الشيب ليفل. ايضا ممكن تحدث الكالسيفيكيشن فولوينج الايه، النكروزس في الفات، زي حالات البريسترنال ايه، بريسترنال بريشر نكروزس اوف فات بيسموها الايه، الباتي بريسكت، وده سين في الكاتل وريرلي في الشيب، وممكن يحدث فيها ايه، ممكن يحدث في هذا النكروزس مينراليزيشن. يبقى اذا بريسترنال نكروزس يحدث له بعد كده ايه، مينراليزيشن. نكمل في هذه الحاله اللي هي حاله البريسترنال كالسيفيكيشن او بيسموها التشيز بريسكت، وهي ريليتد للفات نكروزس، لسه قايلين،
ويوجوالي كوزد باي، دايما بيحدث في الكتل نتيجه ايه؟ الرابنج، يحك منطقه البريسكت او بامبنج، يعني يحك منطقه البريسكت كتير في البريسكت ايه؟ في الفيد بانك. الفيد بانك اللي هي الطواله او المكان اللي بياكل فيه، يحكها بشكل مستمر وشكل كتير جدا، فيحدث ايه؟ نكروزس في الفات في هذه المنطقه يتبعه، ماشي؟ يتبع هذا كونديشن، يتبعه الكالسيفيكيشن والمينراليزيشن. هذا الكونديشن would be removed by trimming. ممكن لو هو موجود فعلا بنعمل له trimming، الا اذا كان الكونديشن ايه، unless other condition are present، يعني لو مفيش حاجه تانية موجوده، لو هو بس لوحده ماشي، الكركس باظ وزود ايه، وزود restriction. حالات الانفلاماتوري ميتابليزيا عموما بالنسبه لاي حيوان بيبقى مصاحب لها اوسيفيكيشن ومصاحب لها كالسيفيكيشن. incidental found during BM inspection of food animals، بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها بروتينيال سكارز في الهوجز مثلا، على سبيل المثال بيبقى فيه بروتينيال ايه؟ بروتينيال سكارز في الهوجز. فدايما الانفلاماتوري والميتابليزيا بيصاحب لها حالات اوسيفيكيشن او كالسيوم فورميشن. يعني الكالسيوم بارتكلز نفسها لما تاخدها بره كده وتتعامل معاها وتشوفها تلاقيها ايه؟ وايت اور جراي، وبتبقى irregularly rounded، وبتبقى frequently honey او honey combed. هاني ايه؟ هاني كامب. هاني كامب يعني مفرغه كده زي تفريغه الايه، خلايا النحل، ماشي؟ وبتبقى وايت اور جراي، وبتبقى ريجولار ايه؟ ريجولار راوند. لما تيجي يعني ديتكتد في البي ام انسبكشن دايما الكلاسيفيكيشن بجريتي ساوند ابون انسيشن وذ نايف، تيجي تقطع بالسكيشن يديك الايه؟ كانك بتقطع في رمل، ماشي؟ يديك صوت كده معين بيسموه الجريتي ساوند. طبعا حالات الكالسيفيكيشن الجادجمنت الكاركس والفيسر افكتد ويز بريسترنال كالسيفيكيشن ابروفد. لو انا عندي بريسترنال كالسيفيكيشن لسه متكلمين عنها دي لوحدها ابروفد، طبعا الكاركس والافكتد بريسكت بس هو اللي كوندمد. طيب لو كالسيفايد بارازيتك اورجنز اند هارت في الديري كاو ار اولسو ايه؟ اولسو كوندمد. يبقى الكالسيفايد بارازيتك اورجنز والهارت في الكاو لو مصابه بتعمل لها كوندميشن. لو هذه حالات الكونسبكشن مصاحب ليها مثلا اي جنراليزيشن يستدعي الاعدام فبنعدم الكاركس ايه كلها. الديجنريشن، حالات الديجنريشن عموما بقى، وهي ايه الديجنريشن؟ الديجنريشن اللي هو مش النكروزس، الديجنريشن هو تيشو تشينج، مش تيشو ديث، تيشو تشينج تو لور اور ليس فانكشنال اكتيف فورم. يبقى التيشو بيتغير الى لور او ليس فانكشنال اكتيف فورم، او يتغير الى deterioration او impairment للاورجن او السيل نتيجه ايه؟ نتيجه changes في ايه؟ في السايز. يبقى نتيجه تغيرات في السايز بتاع هذا التيشو، تمام، يؤدي الى انه يا اما ينتج low او less functional active form من التيشو، او ان التيشو نفسه يفقد وظيفته تماما ويبقى في حاله deteriorated او impairment of organ او ايه؟ او سيل، تمام. اول شكل من اشكال هذا الديجنريشن هو الكلاود سويلنج، وده بيحدث في البارنكيماتس اورجانز، لذلك بنسميه ايه؟ بارنكيماتس ديجنريشن، البيومينس ديجنريشن، جرانيولار ديجنريشن، اكيوت سيلولار سويلنج. ايه اللي بيحصل؟ نتيجه لان الخليه بتتعرض الى انسلتس مختلفه وضغوطات مختلفه زي تروما، زي انوكزيا، زي اميون ميكانيزمس، توكسين، فيرال او بكتيريال ايجنت، بيحدث ايه؟ بيحدث ان السيل بروتينيشيس ماتيريال او سبستانسز بيكام كلاودي. تلاقي الماده البروتينيه الموجوده كلاودي، ده مش شايف كده؟ شوف كلاودي يعني ايه؟ مغبره كده، مغيمه، تمام؟ كلاودي زي ما انت شايف كده، ايه كلاودي؟ ايه كلاودي. وفي نفس الوقت الخليه بتزيد في الايه؟ بتزيد في السايز، الخليه بتزيد ايه؟ في السايز. وطبعا بنشوفها في الهارت، في الكيدني، في الليفر، في الجلاندز، في المسلز، لما نشوف كده ايه؟ نشوفها في اماكن مختلفه، ادي في الكيدني مثلا، ادي في الليفر، تمام؟ الـ الحالات الكلاود سويلنج تلاقي الافكتد اورجان بيبقى بيل. بيل، تمام؟ بيل. لسترس اند سوفتر ذان نورمال، بيبقى لسترس اند ايه؟ اند سوفتر ذان ايه؟ ذان نورمال. ذان ايه؟ ذان نورمال. بيبقى سلايتلي انلارجد، سلايتلي انلارجد، وبيبقى له الابيرنس بتاعه كانه بويلد، از يعني ايه بويلد؟ كانه بويلد يعني ايه؟ زي ما يكون سلقته في 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 ميه سخنه يعني. تمام. في حاله السلايت انسلتس على الـ على الـ على السيل، يعني لما يكون في العوامل دي كلها اللي احنا لسه متكلمين عليها كانت ايه سلايت، في الحاله دي الانيمال مي ريكفر
اند سيفير اند ان سيفير كيسز بقى الكلاود سويلنج از فولود باي فاتي ديجنريشن. يبقى في السلايد كيسز الحالات السلايد الانيمال ممكن يحصل له ريكفري، لكن لو في سيفير كيسز ممكن تتحول بقى تنتقل من الكلاود سويلنج الى الفات ديجنريشن. الفات ايه ديجنريشن؟ الفات ديجنريشن دايما يبدا بانفلتريشن الاول اللي هو اكيوميليشن اوف فات في الهارت في الليفر في الكيدني في البنكرياس ماشي، وممكن هذا الفات الانفلتريشن ممكن هو ديسابير لو الكوزف ايجنت ايه ريموفد. الليفر في الحاله دي بيبقى ايه؟ بيبقى يلو ها سوفت راوند ايدجز ديمبلز اون بريشر، نتيجه الضغط عليه كده بيبان فيه العلامه، بيبقى فيه زي نغزه كده موجوده تظهر تفضل موجوده فيه. بيبقى انلارجد مع جريسي تكتشر مدهن كده في الكات سيكشن بتاعه. يعني الاكستنسيف اكيوميليشن بتاع الفات في الليفر ممكن انه يسببه ايه؟ يسببه زياده في الدايتري فات انتيك، ممكن انكريزد الفات موبيلايزيشن اثناء اللاكتيشن او الاستارفيشن، ممكن يحدث في الادفانسد بريجننسي او شورتلي افتر بارتوريشن في الكاوز واليوز. يحدث ايه؟ يحدث اكستنسيف اكيوميليشن الايه للفات. وفي هذه الحاله لو حصل اكستنسيف ممكن يؤدي يدخل بينا بقى في الايه في الديجنريشن، وهو الريفرسبل بروسيس، ما ينفعش يرجع تاني بقى خلاص، حتى لو السبب اتشال يفضل الديجنريشن موجود. هو الريفرسبل بروسيس اند اوكير وين فات اكيوميليتس في الدامجد ايه دامجد سيل. اهو ده الشكل اللي اختلف خالص اهو بقى، وهنا برضو الشكل اختلف خالص اهو، فات تشينج وفات ديجنريشن. طيب ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الليفر كبسول بتبقى ضل وسترجد ايه وسترجد ابيرنس، تلاقي الليفر كبسول نفسها بتبقى ضل وبيبقى ايه تورمات بقى، يظهر الكبد على انه متورم ماشي. الاسوشيتد دايما الفات ديجنريشن اسوشيتد بفبرايل ايه اكيوت فبرايل اند توكسيك كونديشنز، وكيميكال واسوشيتد دايما بالكيميكال بويزنج بالارزينيك بالفوسفورس بالكلوروفورم. تمام افكتد ليفر وكيدني بتبقى بيل كلي ريد في الكالر احمر طيني كده جريسي ان تاتش، تيجي تلمسها كده تلاقي ايدك مدهنه ماشي، وباتشي اور سبوتد ابيرنس تلاقي في ايه مبقعه كده ببوتش كده باتشي اور ايه باتشي اور زي ما انت شايف كده فوق وهنا برضو اهو باتشز والسبوتد ابيرنس الموجود ده الايه الفات ديجنريشن. في عندي حاله برضو اسمها الهيدروبيك ديجنريشن او هيدروبيك تشينج او فاسكولار ديجنريشن، وده بيبقى اكيوت سويلنج في الاورجان نتيجه فيلير اوف انرجي ديبندنت ايون بامب في البلازما ممبرين، يعني الميكانيزم بتاع دخول الميه وخروجها من الخليه بيحصل فيها مشكله وبالتالي بتؤدي الى ايه الى بتؤدي الى بتسبب ايونيك اند فلويد هوموستاسيس فيه، يعني الايونيك والفلويد هوموستاسيس اللي في الخليه ده بيفقد ويقع وبالتالي يحصل ايه يتجمع الميه يحصل ووتر اوفرلودنج. ووتر ايه اوفرلودنج تتجمع الميه كتير داخل الايه داخل الخليه بتبدا بسيلولار سويلنج وتنتهي بايه وتنتهي بمراحل التشينج او الديجنريشن اللي هي الهيدروبيك ديجنريشن. تلاقي في الجروس ليجن الاورجان بيبقى انلارجد بيبقى بيل طبعا بيبقى مليان ميه وبيبقى ترجد يعني متورم تمام، وفي فاكيولز طبعا جواه مليانه ايه مليانه ميه. الجادجمنت على حالات الديجنريشن عموما لو كلاود سويلنج وهيدروبيك ديجنريشن في الحاله دي الاورجان والماسلز كوندامنت لان ده ما بيسببش مشكله ماشي. لو سيستميك تشينج موجود الكاركس في الحاله دي ايه كوندامنت، الكاركس في الحاله دي يكون ايه كوندامنت. الليفر بالنسبه للليفر لو في فاتي انفلتريشن بعمل بيبقى ابروفد، لو في فاتي انفلتريشن ابروفد، لو فاتي ديجنريشن بنعمل له كوندامينيشن. الحالات التيلنجكتياسيس او بيسموها الايه البلام بودنج البلوم بودنج ده اللي هو نوع من انواع الاكلات كده اللي انت شايفه ده قدامك ده، هو بيبقى الليفر واخد الشكل كده بالظبط، بيبقى موجود في الكاتل والشيب والهورسز وبيبقى مور فريكوينت في الاولدر كاوز. ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل ان يبقى في عندي في الليفر تلاقي فيه بلوش بلاك اند ايريجولار ويز ديبريسد سيرفيسز اند دايليتد بلاد فيلد هيباتيك ساينوسويدز. الساينوسويدز اللي انت شايفه قدامك دي كلها المفروض ان هي بتبقى ايه بتبقى موجوده اوريدي في الايه في الليفر، دي بتحصل فيها ايه بتتملى بالبلاد
وبتبقى ريجولار وبتبقى ديبريزد عن السيرفس شويه وبتبقى بلوش بلاك في الكالر، فبتديني الشكل اللي انت شايفه ده. تمام. طيب السبب دايما في حالات التيلنجكتياسيس دي في الكاتل بيبقى دايما سببه لوكال اسكيميا، يعني الدم ما بيوصلش لايه لمنطقه للمنطقه دي، الدم ما بيوصلش ايه للمنطقه دي، ماشي؟ اسكيميا يعني الدم لا يصل، وبالتالي يحصل ايه؟ ممكن نتيجه ايه بقى اللوكال اسكيميا؟ اللوكال اسكيميا ممكن تحدث نتيجه لوكال اوبستراكشن للسمول برانشز اوف بورتال فين، ماشي؟ لوكال اسكيميا يعني يتوقف وصول الدم للمنطقه دي نتيجه لوكال اوبستراكشن للسمول انتستن السمول برانشز اوف بورتال فين مع سبسيكوينت هيباتيك اتروفي والساينوسويدال دايليتيشن بيحدث. عشان ايه الساينوسويدال دايليتيشن؟ عشان تحاول تحافظ على شويه الدم لان مفيش دم واصل للمكان. او ممكن يحدث ايضا هذه اللوكال اسكيميا نتيجه هيباتيك نكروزس. هيباتيك نكروزس ممكن يبقى معاه ايه تيلانجكتيزس. تيلانجكتيزس الجادجمنت في هذه الحالات، حالات التيلانجكتيزس عموما سلايتلي افكتد ليفر، سلايتلي افكتد ليفر ابروفد افتر ابروبريت تريمنج، ده بالنسبه لسلايت افكشن. لو اكستنسيف بعد الليفر كله. والكوندامد ماتيريال ممكن يستخدم فور انيمال فود. الحالات البويزنج بقى ممكن تبقى بلانت بويزنج او كيميكال بويزنج. البلانت بويزنج بنشوفها كتير ان الانيمال سافر فروم افكتس اوف كرونيك بلانت بويزنج، سواء اثناء الترانسبورتيشن او في المرعى في البسشر. تلاقي ديفرنت بودي سيستمز مي بي افكتد بفاريوس ليجنز may be seen at meat inspection. الكلينيكال ساينس ممكن مثلا نبات زي التوليب ده هون او بيسموه السلانكوب ده ممكن يعمل دايريا بلوتيد ابدومين هارت فيلير. لانتانا كمارا فود بيعمل فوتوسنسيتايزيشن. السينيسيو بيعمل نكروزس وسيروزس في الليفر. الكولاراريا بيعمل لامينايتس. الديكابيتاليوم سيموزم بيعمل هارت فيلير وسادن ديس. مثلا نبات زي كده اسمه سولانوم سولانوم مالاكوكسيليون انتوكسيكيشن. هذا النبات ممكن يؤدي الى مينراليزيشن في الاورطه في الشيب. هنا ايضا الكوراتاليا دي بتعمل ليفر بيبقى شرانكن في شرانكن ليفر مودريت للشرانكن ليفر، وممكن ايضا يؤدي الى ان الكبسول ديستندد وسكند وفي ديستندد ايه ديستندد جول بلادر نتيجه هذه الايه هذه التوكسيميا او البويزنينج. الجادجمنت طبعا في حالات البويزنج عموما بيبقى اكوردنج يعني جادجمنت اوف انيمال اور انيمال كاركاس ويل ديبند اون الكلينيكال ايه ويل ديبند اون كلينيكال ساينس اند اكستنت اند سيفيريتي اوف ليجنز، على حسب الليجنز قدامك والاكستنشن بتاعها وان في سيستميك يعني منتشر او مش منتشر. ايضا في الايجل فيرن ده نبات من النباتات بيعمل بيعمل لانج ومودريت كونسوليديشن لانج مودر كونسوليديشن ماركت ديفيوز انتر لوبولار اديما في اللانج. ممكن يعمل استومك اكستنسيف فاندك ايه فاندك كونديشن اكستنسيف فاندك كونديشن في الايه في الاستومك. اما الكيميكال بويزنج دايما بقى مع استخدام الكيميكالز في عمليه الديبنج للحيوانات، ان انت تعمل كاتل ديبنج في كيميكالز عشان تعمل كنترول تيك للتيك بورن ديزيزز مثلا في دي بتستخدم كتير، وممكن يحدث منها حالات ايه حالات بويزنج او كيميكال بويزنج. الكيميكالز يوزد فور ذيس بيربزز ممكن تبقى ارزينيك كلورينيتد هيدروكربونز اورجانوفوسفورس، ماشي، تؤدي الى نيرفس ديستربنسز اكيوت ابدومينال بين دايريا سكن ليجنز في البي ام، وممكن نشوف جاسترو انترايتس فاتي ديجنيشن في الليفر ان اديكوت بليدنج او زي ما احنا شايفين كده ادي مثلا في البوفاين انتستينال السرز ممكن يبقى فيه سلافنج في الرومن، ممكن يبقى فيه انتستينال بيرفوريشنز، ممكن يبقى فيه رينري بلادر هيموريج، ممكن استومك السرز، ممكن يبقى فيه فومز فروم ذا ماوس نتيجه ماده الميثو مايل، لكن دول معظمهم ارزينيك. الجادجمنت في حالات الكيميكال بويزنينج الكاركاس الاوفل والانتستين شود بي كوندامند اف كلينيكال ساينز اوف بويزنينج ار اسوشيتد وذ بي ام وذ بي ام ليجنز. تمام. برضو من ضمن الحاجات المشهوره جدا اللي هي السيلينيوم ايه سيلينيوم توكسيستي في الكاملز، تلاقي مثلا الوبيشيا باد ليجنز
في الرجل من تحت، سترنال بوزيشن، دايريا، هايبر هايبرتروفي اوف سيرفايكال ليمفويدز، هارت كونجيشن، ليفر كونجيشن، بالمونري كونجيشن، برين اديما، سبلين كونجيشن، كيدني نيكروزس، ماسل ديسكالريشن. تمام، ده نتيجه الايه؟ السيلينيوم توكسيستي. ممكن برضو الميثومايل توكسيستي، بيبقى في ميثومايل جرانيولز في الاسوفيجاس في الشيب، مثلا ممكن يبقى في لانج اوديما في الشيب، كل دي نتيجه ماده الميثومايل. اخر حاله عندنا ممكن تشوفها في الاكزامينيشن في اثناء الميت انسبكشن هو السبير جراس بنتريشن اوف شيب. تلاقي الحيوانات اللي بترعى في المرعى، الجراس لاند عموما في افريكا، يعني جراس لاند ان ميني بارتس اوف افريكا كونتينز سكاترد جراسز، بيبقى فيها جراسز كتير، بيبقى هذه الجراسز تحمل سبير لايك سيدز. يعني ايه سبير لايك سيدز؟ زي الرمح، سيدز عامله زي الرمح كده اللي هي دي، تمام، واللي شايفها على الكركس من بره. بيحصل ايه فيها؟ هذه السيدز may penetrate through wool and skin to subcutaneous، وممكن further through abdominal wall into the abdominal cavity، تخش زي الرمح كده تخترق توصل للأماكن دي. في الـ AM والـ BM finding بتاع الـ spear grass penetration of sheep، تلاقي spear like seeds in wool and skin، تلاقي spear like seeds في الـ connective tissue، في الفات، في المسكوليتشر، تلاقي في acute inflammation of affected tissue، تلاقي في abscessation، في ابسسز ممكن تكون موجوده. السبير لايك سيدز في الابدومينال كافيتي ممكن تسبب لو جريد بيروتونايتس. لو جريد ايه؟ بيروتونايتس. الجادجمنت لو اكيوت جنرالايزد انفلاميشن اسوشيتد وذ هيموريجز اند ابسسز الكاركس شود بي كوندمند. لو ده مش موجود خلاص بنعمل ايه؟ بنعمل كاركس ابروفنج، وممكن نعمل افكشن بس للافكتد اورجان لو فيه، لو موجود يعني. وبكده احنا خلصنا الجنرال باثولوجيكال كونديشنز اللي ممكن تشوفها اثناء الايه؟ اثناء الميت انسبكشن. وهنبدا ان شاء الله بعد كده في المحاضرات القادمه نتكلم عن السبيسيفيك ديزيزز بقى، ودي هتاخد مننا اكتر من محاضره يعني ان شاء الله. واشكركم على حسن الاستماع، وعذرا على الاطاله يعني، لان الموضوع كبير فكان لازم ناخده كاملا على بعضه كده يعني ان شاء الله. ونلتقيكم ان شاء الله في محاضره قادمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.